خير. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ عايز ايه؟ جاي اطمن على مشروع اللي داخل المسابقه. مشروعك؟ اه. هو مش لذيذ ده ملك شركتي ولا ايه؟ كان فيها ايه يعني لو فضلتوا مع بعض في الشركه ونجحتوا مع بعض؟ ليه الطمع اللي انت فيه ده؟ وبعدين ما تنساش ان يوسف ابني هو اللي عمل كل حاجه بنفسه. يعني انت جاي تاخد تعبه كده على الجاهز. معقول يا طنط؟ ده انا كنت فاكر ان انتوا هتشكروني اني شجعته وحفزته لدرجه انه يخش مسابقه كبيره زي دي. ان شاء الله ربنا يوفقه. ان شاء الله. انا متاكده على فكره ان انت عايزه يخسر، بس هو ان شاء الله هيكسب. خلافاتي مع يوسف في البيزنس مالهاش علاقه، انا صاحبي واخويا وعشره عمري. لو انت صنت العشره قوي. عموما مش وقته، قوم بقى بعد اذنك عشان الكرسي ده محجوز. يلا يا جماعه تسيبوا مشاريعكم هنا وتتفضلوا معايا عشان اعمل لكم بريف ونبدا المسابقه. معلش بس انا هظبط في المشروع بتاعي حاجه واجي وراكم على طول. اوكي شكرا. لذيذ. النهارده يوم المسابقه. النهارده يوم الخميس. النهارده يوم الخميس اللي فيه المسابقه، وكل حاجه عملناها وكل التعب اللي احنا تعبناه في ايدك انت النهارده. يا ابني بص لي، انت بتبص فين؟ اسمع انا هروح بقى عشان الحق احضر البريف وهغطيك عشان عايزك تبقى مفاجاه للناس لما نطلع على المسرح. ها؟ اوكي. يلا. سلام يا لذيذ. جو. ايه انت فين؟ انا هنا. مش شايفك يا لذيذ. ما انت طبيعي مش هتشوفني يا حبيبي عشان انا مغطيك. ايه طيب كنت عايز تقول لي حاجه؟ جود لك يا جو. جود لك يا سيدي. ما تتكلمش كتير بقى عشان البطاريه بتاعتك ما تخلصش. ها؟ اوكي. سلام. سلام يا جو. خلاص بجد لحظات ونكون على المسرح كل حاجه هتبقى في التمام. انتوا جاهزين؟ جاهزين. مفيش توتر، مفيش قلق خالص. مبدئيا لازم كلكم تكونوا عارفين ان انا فخور بيكم والله العظيم، فخور بيكم واحد واحد كلكم، وانا عارف ان انتوا هتعملوا حاجه حلوه جدا النهارده. وفي حد فيكم هيفوز، واللي هيفوز ده في حاجه مهمه جدا هطلبها منه. افتكرني بقرشين. بجد يعني؟ خلينا نتكلم بجد. اتفق على حاجه، في حد هيكسب النهارده وهياخد مبلغ اكيد حلو يعني. المبلغ ده هيطور بيه المشروع بتاعه وهيشتغل على نفسه اكتر في الفتره اللي جايه، ده طبيعي جدا لازم هيعمل ده. لكن في على الناحيه الثانيه النقيض الثاني، في حد هيخسر او حدود هيخسره، فالطبيعي الدنيا هتسود بقى ولا هنحبط ولا ايه؟ لا خالص بالعكس، ده انا عايز يبقى عارف ان هو عنده مشوار طويل وعنده لسه حاجات هيحققها اكتر. وان كان على المسابقات، المسابقات جايه كتير على فكره. انا الصراحه لازم اكسب المسابقه دي. اكسب؟ انا قلت لك لا. ماشي، اكسب المره دي.